ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذا هو الفصل الثاني، وكما يظهر أمامكم فيديو وحدة الأردن في العهد العثماني. سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي تتضمنها هذه الوحدة. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم، فهي الوحدة الرابعة، الأردن في العهد العثماني. تتكون وحدتنا من فصلين. الفصل الأول، الأردن في عهد الدولة العثمانية. الفصل الثاني، الأردن وحركة النهضة العربية. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذه الوحدة، وبعد أن نقوم بدراستها والقيام بالواجبات والأنشطة الواردة فيها، أن تكون قادراً على أن تتعرف أهم الزعامات المحلية في بلاد الشام، أن تستوعب المفاهيم والمصطلحات والحقائق والتعميمات الواردة في الوحدة، أن تبين أسباب قيام الحركات المحلية ضد الظلم والاستبداد أبان حكم الاتحاديين، أن تتتبع التقسيمات الإدارية التي مر بها الأردن في فترة العهد العثماني، تستخلص الآثار الناجمة عن مرور خط سكة الحديد الحجاز عبر الأراضي الأردنية، أن تحلل النصوص التاريخية الواردة في الوحدة، وأن تربط بين الظروف التي مر بها الأردن في فترة الحكم العثماني وقيام النهضة العربية والوعي القومي، أن تقدر جهود الحكومة الأردنية في استثمار خط سكة الحديد الحجاز حالياً. الفصل الأول، الأردن في عهد الدولة العثمانية. هناك خضعت الأردن لحكم العثمانيين بعد انتصارهم على المماليك في معركة مرج دابق. قسم العثمانيون بلاد الشام إلى ثلاث ولايات هي دمشق، حلب، طرابلس. كان الأردن تابعاً لولاية دمشق كما نعلم. حدث ذلك في بداية القرن السادس عشر الميلادي. قسم الأردن إلى لواءين هما لواء عجلون الذي ضم النواحي الآتية: عجلون، السلط، الغور، الكرك، جبل بني حميدة، الشوبك، وكانت تلك المناطق مأهولة بالسكان. لواء حوران يتبع له الأردن ناحية بني كنانة. وقد أبقى السلطان العثماني سليم الأول على الزعامات المحلية. في القرنين السابع والثامن عشر الميلاديين تراجعت السلطة المركزية للدولة العثمانية في الولايات العربية، وأصبحت غير قادرة على ضبط الأردن، وتنامى دور القوى المحلية، فاضطرت الدولة العثمانية إلى القيام بإصلاحات شاملة لولاياتها جميعاً. بعد ذلك سنتطرق إلى أمر مهم، وهو حملة محمد علي على بلاد الشام. محمد علي باشا ولي مصر أرسل ابنه إبراهيم باشا في حملة عسكرية على بلاد الشام التي كانت تخضع للسلطة العثمانية، لأنه كان يطمح إلى تأسيس إمبراطورية في البلاد العربية له ولأبنائه من بعده، مستغلاً الأوضاع التي كانت تمر بها الدولة العثمانية من ضعف وأطماع الدول الأوروبية في أملاكها. استطاع إبراهيم باشا السيطرة على بلاد الشام والقيام بأعمال كثيرة، أهمها تقسيم بلاد الشام إدارياً إلى مديريات، ثم إلى مديريات يستلمها متسلم متصرف، إذ أصبحت الأردن تابعة لمتسلمية عجلون، والاهتمام بطرق المواصلات فيها، فرض الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك بنزع السلاح من الأهالي لمنع الحروب بينهم. ننتقل بعدها إلى الفصل الثاني، الأردن وحركة النهضة العربية. هنا مفهوم النهضة العربية وعواملها. تأثر الأردن بالنهضة التي شهدتها البلاد العربية، بالطبع فهو أحد بلاد الشام الذي يربط المشرق العربي بمصر
ولمعرفة مفهوم النهضة العربية دعونا ننتقل إلى النص. النهضة العربية هي حالة من الوعي السياسي شهدتها الولايات العربية خاصة في المشرق العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، تمثلت في تنبيه العرب إلى ماضيهم المجيد وإدراكهم لواقعهم المتخلف وسعيهم لإحياء الماضي بما فيه من أصالة وتراث عربي إسلامي مجيد، والعمل على تجاوز التخلف من أجل بناء مستقبل أفضل. تضافرت عوامل عدة ساعدت في ظهور النهضة العربية في منتصف القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين، منها سياسة التتريك، تتريك العرب، الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام، وظهور طبقة متعلمة ومثقفة مطلعة على نظم الديمقراطية. وبالطبع هناك كان العديد من الأمور التي كان لها أثر كبير في رفع مستوى التعليم، فانتشار المدارس أثر فيما يأتي رفع مستوى التعليم ونقل العلوم والمعارف، نمو الشعور القومي العربي لدى الأردنيين، ظهور أدباء وصحفيين أردنيين في أواخر العهد العثماني مثل محمد المحيسن من الطفيلة الذي أصدر جريدة الصراط باللغة العربية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن مؤلفاته رواية الأسير، وعقيل أبو الشعر من مواليد بلدة الحصن الذي أكمل دراسته في القدس ومن ثم إلى روما، وأتقن اللغات التركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، كما أن لعقيل أبو الشعر مجموعة من الروايات ترجمت إلى اللغتين الإسبانية والفرنسية، وترجم بعض منها إلى اللغة العربية. هذه هي تغطية سريعة لما سنقوم بمناقشته خلال هذه الوحدة. عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.